السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائنا طلاب الثانوية العامة في هذا الرابط المشترك عبر قناتكم وشاشتكم الصغيرة أمواج رياضية وإذاعة أمواج رياضية. طلابنا الأعزاء، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج يوميات أنا توجيهي. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتكلم مع الأستاذ حسان فرج الله ومادة الإدارة والاقتصاد. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ حسان. أهلا وسهلا بك يا أستاذ ماهر. كيف الامتحانات والطلاب هالأيام؟ أعانهم الله، يعني إن شاء الله يعني غدا بإذن الله سيكون مادة الإدارة والاقتصاد. وكما تعلم عزيزي أنه المادة بتتكون من الوحدة الأولى بتتكلم عن المشاريع الاستثمارية، والوحدة الثانية تتكلم عن وظائف المشروع، والوحدة الثالثة تتحدث عن السكرتارية وأتمة المكاتب، كما تتحدث الوحدة الرابعة على الطلب والعرض والتوازن ودور الحكومة، كما تتحدث الوحدة الخامسة عن توازن السوق، والوحدة السابعة تتحدث عن الخصخصة. وكما تعلم تم إعفاء الطلاب من الوحدة السادسة، وحدة الإنتاج والتكاليف. نعم. إذا يكون التركيز في الامتحان أنه الوحدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ما يقارب أنه كل وحدة نصيبها ما يقارب من 20 درجة، أما الوحدة الخامسة والوحدة السابعة فنصيبها من الامتحان فيكون ما يقارب من 10 درجات لكل واحدة منها. جميل جدا، احنا ان شاء الله نتكلم عن هذه الوحدات وعلى الأسئلة والنماذج من امتحانات او بشكل عام هو متوقع، ولكن كل كتاب زي ما حضرتك بتحكي يعني المطلوب ولا غير مطلوب. صحيح. واحنا بنتمنى التوفيق لجميع الطلاب. على بركة الله ان شاء الله واياك نبدأ. استاذ حسان فرج الله، بارك الله فيك، حياك الله، تفضل. هنخش على التدريب المباشر، هو التكلفة والتمارين العملية اللي هي يمكن من الأسئلة دائما بتورد في الامتحانات. صحيح. باتجاه الآخر. شكرا لك يا أستاذ ماهر. تفضل. أمامنا عزيز الطالب السؤال الأول. نعم. اللي هو تبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع ما 100,000 دينار والإيرادات الشهرية 5,000 دينار والتكاليف التشغيلية النصف سنوية 10,000 دينار وضريبة الدخل 10%. احسب معدل العائد وفترة الاسترداد، ثم هل توصي بقبول المشروع؟ بداية أعزائي الطلاب، نشرع في المعطيات. نعم. ما هي المعطيات التي يقدمها إلي في السؤال؟ بداية التكلفة الاستثمارية. التكلفة الاستثمارية هي رأس مال المشروع. نعم. وهي تمثل أكبر رقم في السؤال، وهي 100,000 دينار. نعم. 100,000 دينار، هذا الرقم بداية في الحل لا يلزمني، ولكن في نهاية الحل عند تقييم السؤال يلزمني. نعم. النقطة الثانية الإيرادات الشهرية. الإيرادات هنا أعطاني إياها شهرية، إذن لابد من تحويلها إلى سنوي. كيف نعم. يتم تحويل الشهر إلى سنوي؟ لابد من ضربه في 12. لماذا نضرب في 12؟ لأن العام مكون من 12 شهرا. 5,000 ضرب 12 60,000 دينار، هذا يمثل جانب الإيرادات. أما التشغيلية النصف سنوية، التكلفة التشغيلية تمثل 10,000 دينار ضرب 2 ويساوي 20,000 دينار. نعم. عزيزي أعزائي الطلاب، عندما يطلب السؤال شهري نضرب في 12، ولكن عندما يضرب في شهرين لابد من تحويل الشهرين إلى 12 شهرا، نضربها في 6. نعم. إذا كان 3 شهور نضرب في 4 لكي يتحول إلى 12. إذا كان يطلب كل 4 شهور نضرب في 3. نعم. وهكذا. إذا أنا أريد أن أصل إلى 1 سنة أو أصل إلى 12 شهرا. أمامي الإيرادات 5,000 ضرب 12 حولناها لسنوي، التشغيلية ضرب 2 لأنه بده نصف سنوي، النصف نضربه في 2. نعم. الثلث نضربه في 3، الربع نضربه في 4، نرفع الربع ونضع الرقم الذي وضعه في السؤال. ضريبة الدخل، ضريبة الدخل 10% كما أعطاني إياها. نعم. الآن نبدأ ونشرع في خطوات الحل. بداية الحل لابد أن نحصل على قيمة الربح. قيمة الربح، ماذا نقصد بالربح؟ هناك أي تاجر يريد أن يتاجر، كيف يعرف أرباحه؟ يحسب بكم باع هذه السلعة وبكم كانت قد كلفته من تكاليف. نخصم الإيرادات، الإيرادات ناقص التشغيلية اللي هي المصروفات. نعم. والإيرادات كم في السؤال أعطاني إياها؟ 60,000 دينار
ناقص التشغيلية 20,000 دينار ويساوي 40,000 دينار. ثم نأتي إلى قيمة الربح، قيمة الضريبة. قيمة الضريبة، قيمة الضريبة تساوي قيمة الربح، قيمة الربح ضرب الضريبة. هذه الضريبة. الآن لماذا أريد أن أتي بقيمة الضريبة؟ الآن التاجر حصل على ربح بقيمة 40,000 دينار. نعم. الآن من الذي يريد منه أموال أيضا؟ الحكومة. تريد قيمة الضريبة، تريد ضريبة. هل يعقل أن يأتي بال40,000 دينار تفضل يا حكومة خذ اللي بدك إياه؟ ما بينفع. لكن إيش بنعمل؟ نجيب قيمة الضريبة لكي نعرف كم هي الضريبة التي تريدها الحكومة، فنضرب المبلغ الذي قمنا بالربح فيه ال40,000 دينار، 40,000 دينار ضرب 10% ويساوي 4,000 دينار. نعم. إذن قيمة الضريبة التي تريدها الحكومة 4,000 دينار. كم يتبقى إلي من ربح؟ صافي الربح نخصم من قيمة الربح قيمة الضريبة. قيمة الربح ناقص قيمة الضريبة. قيمة الربح كم حصلنا عليها؟ 40,000. جميل. الضريبة 4,000 وتساوي 36,000 دينار. هذا المبلغ هو صافي الربح. الآن أريد أن أصل إلى صافي الربح، أجرد التكاليف وأجرد كل المصروفات التي ملقاة على عاتقي. بداية عندي إيرادات، عندي تكاليف تشغيلية، عندي ضريبة للدخل. بداية حصلت على قيمة الربح، نقصت الإيرادات من التشغيلية، بعدين رحت جبت قيمة الربح، الآن ضربت قيمة، جبت قيمة، بدي أجيب قيمة الضريبة، بدي أعرف قديش بدها الحكومة مني تكلفة ضريبة. ضربت اللي ربحته، المبلغ اللي أنا ربحته ال4,000 في 10% طلع عندي 4,000 دينار. الآن أريد أن أحصل على صافي الربح. صافي الربح أخصم ما تم ربحه من قيمة الضريبة، فيصبح لدي صافي ربح 36,000 دينار. نعم. الآن أريد أن أحصل على اللي هو معدل العائد وفترة الاسترداد اللي هو الذي قام بطلبه في السؤال. لا يمكن أن أحصل على معدل العائد وفترة الاسترداد دون أن أمر بالخطوات الثلاثة. قد يستغرب البعض الطلاب لماذا هذه الطريقة تختلف نوعا ما عن طريقة الكتاب. طريقة الكتاب هي نفس الطريقة التي على السبورة، ولكن كان الكتاب دائما يضع الإيرادات ناقص التشغيلية بجوار بعضهما دون أن يحصل على القيمة النهائية. أنا فقط عملت تفكيك للقانون الكتاب، والقانون ثلاث خطوات وهنا ثلاث خطوات، ولكن أحببت أن أفصل السؤال وكأنه يريد أستاذ ماهر، وكأن السؤال يريد أن يقول لك هذا التاجر حصل على 60,000 دينار وضعها في جيبه. نعم. ثم جاء إلى مكتب العمل وجلس، فقام العمال والتشغيل والمواد الخام، كم تريدون من تكاليف تشغيلية؟ قالوا نريد 20,000. نعم. فأخرج من جيبه 20,000. كم بقي في جيبه؟ 40. بقي في جيبه 40,000. نعم. الآن من يريد منه أموال تكاليف أخرى؟ الحكومة. تريد منه الحكومة. جاءت الحكومة، لا يعقل أن يعطيهم كل المبلغ ويأمرهم بذلك، ولكن قالوا نريد 10% من الضريبة، فأخرج النسبة من الضريبة، فعلم أنهم يريدون 4,000 دينار، فأخرج من 40,000 4,000، فبقي في جيبه 36,000 دينار. سؤال أستاذ يعني حسان، هنا ضريبة الدخل في لها رقم معين؟ مثلا 10% 15%، ممكن يجي الاختيار متعدد للطالب، مثلا كم ضريبة الدخل، أو في قانون سن ضريبة الدخل؟ لا، هو حسب ما يعطى في السؤال. نعم. أعطاك في السؤال 10% تشتغل على 10%، أعطاك 15 تشتغل على 15. أيضا النقطة الثانية، ما بتجيش ضريبة الدخل نصف سنوي ولا ربع سنوي ولا شهري. نعم. هي تبقى ثابتة لأن هي الضريبة ثابتة. نعم. النقطة الثانية اللي هي معدل العائد وفترة الاسترداد. نعم. معدل العائد على الاستثمار وفترة الاسترداد. قانون معدل العائد كما تعلم عزيز الطالب اللي هو صافي الربح، المبلغ اللي أنا حصلت عليه 36,000 دينار على الاستثمارية اللي هي التكلفة الاستثمارية ضرب 100. أما فترة الاسترداد فأنني أقوم بعكس القانون اللي هو أرفع الاستثمارية إلى البسط والمقام صافي الربح، فتصبح الاستثمارية على صافي
الربح. نعم. دون أن أضرب في ما لأنه يريد فترة الاسترداد. نقوم بعملية التعويض هنا. نقوم بالتعويض. صافي الربح كم حصلت عليه؟ 36 ألف دينار. بقسم 36 ألف دينار على الرقم الذي تركته. اللي هو مين؟ 100 ألف دينار تكلفة الاستثمارية ضرب 100. نعم. الآن لك الخيار أن تضرب 36 ألف في 100 وتقسم على 100 ألف أو أنك تقسم على 100 ألف وتضرب في 100، فلك الخيار في ذلك. نعم. فيصبح عندي 36%. نعم. أما فترة الاسترداد اللي هو الاستثمارية كديش عندي؟ 100 ألف دينار. نعم. ثم نقسمه على 36 ألف دينار اللي هو صافي الربح، فيصبح عندي القيمة 2.7 سنة. عادي تقسم على اللي هو 100 ألف على 36 ألف. طيب يا أستاذ أنا بتلتبس علي الأمور في الامتحان، هل أضرب في 100 أو لا أضرب في 100؟ نعود إلى السؤال، هل توصي بقبول المشروع إذا علمت أن معدل العائد لا يقل عن ماذا؟ عن 20%. ما هي الصيغة لمعدل العائد؟ في 100. إذن هذه الذي نضربها في 100 وهذه التي لا تضرب بالمئة. إذا وجد الرقم الصغير في الأعلى فإننا نحتاج إلى ضربه في 100 لكي يصبح رقما صحيحا. نعم. لكن عزيز الطالب لو ضربنا هذه في 100 هل يعقل أن يسترد رأس المال بعد 20 أو 200 سنة؟ هذا لا يعقل أنه أي مشروع يسترد ماله بعد 20 سنة. إذن معدل العائد نقسم صافي الربح على الاستثمارية، أما فترة الاسترداد نقسم الاستثمارية على صافي الربح. بقي الخطوة الأخيرة وهي هل توصي بقبول المشروع إذا علمت أن معدل العائد لا يقل عن 20%؟ نعم. ماذا حصلنا عزيزي الطالب عليه؟ 36. حصلنا على 36% وهذه إيجابية. نعم. أن يكون الربح أكبر من المتوقع فهذا يكون شيئا إيجابيا. أما عندما تكون فترة الاسترداد مطلوب لا تزيد عن 5 سنوات اللي طلع عندي 2.7 سنة، في هذه الحالة نوصي بقبول المشروع. نوصي بقبول المشروع. تمام. الآن لابد عزيز الطالب من كتابة اللي هو القوانين. فالقوانين لوحدها لا تكفي والإجابة لوحدها لا تكفي. نعم. صحيح أنت بتأخذ علامة على تأخذ درجات على كتابتك القوانين، ولكن هذا لا يعطيك الدرجات الكافية. أنت كتبت الرقم، لماذا الكسل؟ ما هو الرقم هذا؟ يعبر عن ماذا؟ 60 ألف. نعم. اكتب فوق 60 ألف الإيرادات. نعم. وانت بدك تكتب ناقص 20 ألف دون أن تكتب القانون. 20 ألف أنا يا أستاذ مش حافظ القوانين، أنا حافظ حساب المعطيات وبقسمها والرقم الكبير ناقص الرقم الصغير، لكن هذا الرقم الذي كتبته ماذا يدل؟ على الإيرادات. اكتب القانون فوقه ثم تجد أنك قد كتبت القوانين بناء على المعطيات المتوفرة لديك. ثم نريد أن نحصل على معدل العائد وفترة الاسترداد. هناك كان قد جاء في سنة 2011 ما كان يعطيني يا أستاذ ماهر الرقم جاهز اللي هو 100 ألف دينار. كان يجيني ويقول لي استثمرنا، اشترينا أرض بمبلغ كذا وبناء بمبلغ كذا وآلات ومعدات بمبلغ كذا ورأس مال عامل اشتريناه بمبلغ كذا، وبعدين يجي يقول لك كمان شرينا مواد خام واشترينا دفعنا أجور عمال وفواتير ماء وفواتير كهرباء وصيانة، وثم يطلب منك أن تكمل المعطيات. نعم. الآن ماذا علي أن أفعل؟ أجمع. نعم. المبلغ الذي يدفع مرة واحدة في عمر المشروع يسمى تكلفة استثمارية. نعم. أما المبلغ الذي يدفع بشكل دوري فهذا يسمى تكلفة تشغيلية. شيء معين عشان الطالب يحفظه. وبارك الله فيك. نعم. يعني نكتب هنا الاستثمارية على الهامش، التكلفة الاستثمارية تعبر عن البناء، تعبر عن الأرض، تعبر عن رأس المال العامل، تعبر عن الآلات. نعم. هذه المبالغ تدفع لمرة واحدة في عمر المشروع. أما التكلفة التشغيلية فهي تدفع بشكل دوري. مثل المواد الخام سرعان ما أنها تنفذ وتحتاج إلى شراء من جديد. الصيانة لابد أن تتعرض الآلات لبعض التلف. أيضا فواتير الماء والكهرباء كذلك أيضا تعبر عن تكلفة تشغيلية. الصيانة، المواد الخام، الفواتير، الإيجار وما شابه ذلك، هذه تكاليف تدفع بشكل دوري. نضع تحتها خط ونجمعها ثم نضع التشغيلية. على فرض أننا لم نعطى الإيرادات،
ما المقصود بالإيرادات؟ المقصود بالإيرادات كمية البيع. كنا متعودين يعطينا في السؤال مثلا الإيرادات الرقم جاهز، ولكن فرضا ما أعطانيش الرقم جاهز، أجا قال لي أي الكمية اللي باعها والسعر اللي باع فيه، فبروح بضرب الكمية في السعر عشان أعرف بكم بعت. قديش باع؟ يعني لو أنا ما أعطانيش السؤال قديش كمية الإيرادات، بروح أنا سرعان ما إني أقول الكمية في السعر عشان أعرف كم هو الإيراد علي. إذا نركز على مسألة مهمة كثيرة من الطلاب يخطئون فيها، اللي هي مسألة الربع سنوي والنصف سنوي والثلث سنوي. الربع نضربه في 4، ليش يا أستاذ ضربناه في 4؟ تعال نختصر على 4-1، على 4-1، على 2-1، على 2-1 بقي عندي 1 سنوي، على 3-1، على 3-1 1 سنوي. فأنا بحذف الثلث وبكتب مكانه الرقم، هاي النصف بحذف النصف وضربته في 2، هين حذفت النصف وضربته في 2. يعني هل لو كتب انه النصف سنوية 6 شهور حيكون رقمه خاطئ مباشر ولا لا؟ لا، لو كان انا كل 6 شهور نعم نضربه في 2 عشان يصير 12 شهر، هي نفسها بمشي يعني. النصف السنوي لو كانت 6 شهور، ما هي النصف السنوي 6 شهور، نعم في الاخر حيضربها في 2 عشان يوصلها ل 12 شهر. نعم، اما انا قال لي شهري فانا ضربتها في 12. جميل، هذا اللي هو السؤال الحسابي، وغالبا ما ياتي ما يقارب من 10 درجات عليه، واعزائي الطلاب لابد من ممارسه الحل فيه لكي لا تلتبس عليك الامور في الامتحان، هل هذه ناقص ولا ضرب ولا قسمة. لكن مع الممارسة تجد أنك قد، مع كثرة الحل تجد أنك قد حفظت القوانين، ولكن افهم ماذا تقوم أنت بحله فتجد أن الأمور تجد تكون بشكل بسيط. ومثل ما حضرتك حكيت أستاذ حسان يعني في هذه المادة البسيطة، أنه شبهتها مثلا أنا معي مصاري رأس مال، دفعت منه، صرفت منه، الحكومة طلبتني، بتلاقي خطواتك يعني بسيطة، ببدأ يستذكرها الواحد مع القوانين بلاقي حله صحيح الطالب. صحيح، بارك الله. طب إيش ممكن يخطئ فيها الطالب يعني حاجات لو نسيها؟ الآن المشكلة في الطالب لما بيغلط مثلا نسي يضرب في سنوي، نسي يضرب في 12، نعم نقول يقوم المصحح بإلغاء هنا، بيعمل ناقص درجتين ويكمل الحل على أنه هذا الرقم هو الرقم الذي وضعته. فرضا بدل ما حط الطالب 60,000 حط 40,000، نعم وأخطأ فيها في ضربها، فيخصم المصحح علامتين أو درجة إلا على الرقم اللي أخطأ فيه، ويكمل الحل على هذا الرقم الخاطئ وكأنه هو الرقم الأصلي في السؤال. كثير من الطلاب ما يستعجل فينسى أنه يضرب نصف سنوي أو ربع سنوي. بقي مسألة قبل أن ننتهي من هذا السؤال، أنه أعزائي الطلاب قد يأتيك على شكل جدول، هو نفس السؤال ولكن فرغ إليك في جدول، كتب التكلفة الاستثمارية وكأنها في المعطيات. نعم نعم. التكلفة الاستثمارية 100,000 دينار. احذر عزيز الطالب، لابد أن تعلم أن هناك في رأس الهرم موجود نصف سنوي وربع سنوي، ليست هذه أرقام جاهزة لبداية الحل معها. نعم. لابد من تفريغ المعطيات ثم تقوم بعملية الحل. يعني ليش بدنا نفرغ المعطيات؟ لأنه في عندي أرقام بدها معادلة نعادلها. لماذا نعادلها؟ لأن أنا بدي أحولها إلى نصف سنوي، اللي بدي أحول النصف إلى سنوي، بدي أحول الشهري أو ما شابه ذلك إلى سنوي. جميل جدا، هذا هو كل ما يتعلق بالسؤال الحسابي. إليك عزيزي. حياك الله أستاذ. يعني ممكن هي مثل ما حضرتك حكيت أنه يعطيك السؤال مباشر، وهذه أسئلة طبعا يعني متوقع أنها ممكن تيجي، ممكن بطريقة هذا السؤال أو أخرى. لابد أن يأتي. نعم. هذا كل عام يأتي ويعتبر ركن أساسي في الوحدة. نعم. ويأتي في كل عام. نعم. ويقارب 10 درجات، مرة بيجي عليه 8 درجات، مرة 10 درجات، فلذا هذا السؤال مهم جدا. فلابد أنه يحرص الطالب أنه يمارس الحل بيده لكي لا تضيع عليه درجة من هذا السؤال. نعم، جميل جدا، ووضحت انه ممكن يجيب يعني الارقام يعطيك اياها المعطيات، وممكن يعطيك اياها بطريقه الجدول ويمشي على القوانين ان شاء الله. صحيح. واكيد بنتمنى للطالب كل توفيق ونجاح. تفضل، ايش حنكمل عن استاذنا بعد الفاصل حسان. ناخذ اللي هو نتكلم ماشي عن الطلب. نعم، خلينا ناخذ فاصل قصير وان شاء الله بنرجع لكم بعد هذا الفاصل القصير. لا تذهبوا بعيدا اعزائنا طلاب الثانويه العامه.
برعاية جامعة فلسطين. أهلا وسهلا بكم أعزائنا طلاب الثانوية العامة ومتابعينا في برنامج يوميات أنا توجيه عبر قناة وإذاعة أمواج الرياضية، وإن شاء الله يا رب تصبحوا قريبا في الجامعات الفلسطينية وتلتحقوا بجامعة فلسطين وكل الجامعات اللي أنتم حابين تلتحقوا فيها. يعني أستاذ حسان فرج الله، أهلا وسهلا بك في مادة الإدارة والاقتصاد، يعني شيء بنمارسه في حياتنا اليومية وإحنا مقبلين على الشهر الفضيل. كل عام وأنت بخير وكل المستمعين والمتابعين عبر قناتهم المفضلة أمواج الرياضية. يعني بنعرف إنه ديروا بالكم حتغلى البندورة، هتغلى اللحوم وشغلات زي هيك. صحيح. السوق وتوقعاته بشكل سريع. نحن أمام وحدة الطلب والعرض. نتحدث عن الطلب بصفتي أنا كمستهلك. نعم. ولكن عندما أتحدث عن العرض أتحدث بصفتي أنا كمنتج. نعم. الآن أنا كطلب، ماذا هو قانون الطلب يعبر؟ عندي علاقة عكسية بين السعر والكمية. السعر متغير مستقل والكمية متغير تابع. لأن كلما ارتفع السعر قلت الكمية، وكلما انخفض السعر زادت الكمية. دائما المستهلك يحب أن يشتري هذا القلم العشرة بشيكل، ولكن المنتج يحب أن يبيعه بمئة شيكل. فدائما المنتج يبحث عن أعلى الأسعار ويبيع بأعلى الأسعار، والمستهلك يبحث عن أقل الأسعار. نعم. أمام منحنى الطلب، نتكلم عن الطلب، نتكلم عن اللي هو علاقة عكسية بين السعر والكمية المطلوبة. نعم. أما محددات الطلب، نتحدث في محددات الطلب، نتحدث عن اللي هو محددات الطلب. دخل المستهلك يتوزع على سلع عادية ولا سلع رديئة. نتكلم عن السلع العادية، كلما زاد الدخل زاد الطلب عليها. السلع الرديئة اللي هي سلعة تعبر عن السلع الرديئة اللي هي سلعة الفقراء، مثلا سيارة قديمة، سيارة مستعملة، سلعة فقراء. فهذه كل ما زاد الإنسان دخله يقل الطلب عليها. نعم. أما عدد السكان فمعلوم لديكم أعزائي الطلاب، كلما ارتفع معدل النمو السكاني يقل الطلب. أما بالنسبة لأذواق المستهلك، كلما زادت ميول ورغبات المستهلك نحو سلعة معينة يقل الطلب، يزيد الطلب عليها. كلما زاد ميول ورغبات المستهلك نحو سلعة معينة يزداد الطلب عليها. أيضا نتحدث عن اللي هو كلما أسعار السلع الأخرى، عندي سلعتين، سلعة مكملة وسلعة بديلة. ما المقصود بالمكملة؟ أنه أنا عندي سلعتين مكملات لبعضهما البعض، مثل السكر والشاي. لا نستطيع شرب الشاي بدون سكر. فإذا ما ارتفع سعر السلعة فإن الطلب يقل على السلعة الثانية. ولكن السلعة البديلة، إذا مثلا ارتفع سعر اللحوم الحمراء فإن المستهلك دائما يلجأ إلى البديل. ما هو البديل؟ الأسماك، الدواجن. فإنه يزداد الطلب على السلعة الأخرى. وإذا ما ارتفع سعر سلعة يلجأ المستهلك إلى السلعة الأخرى. إذا أعزائي الطلاب لو نظرنا إلى السبورة، نشوف سؤال. طب هنا بتيجي تعريفات او مثلا اختيار متعدد في بعض التعريفات او ما شابه هيك. صحيح. نتحدث عن اللي هو منحنى الطلب. منحنى الطلب، ما المقصود في الطلب؟ اللي هو وجود رغبه، مقدره، حاجه لدى المستهلك لشراء سلعه معينه عند سعر معين. يعني ممكن يجي للطالب عرف منحنى الطلب، عرف الطلب واذكر. نعم. محددات الطلب كما جاء في عام سابق. لكن نحن امام اللي هو الجانب العملي والاهم في درس الطلب، اللي هو ماذا يحدث لمنحنى طلب اللحوم الحمراء في الحالات الآتية. دائما في كل عام يأتي سؤال على الطلب والعرض. نعم. طلب منحنى طلب أو منحنى عرض أو كلاهما معا. ماذا يحدث لمنحنى من؟ منحنى ماذا عزيز الطالب؟ منحنى طلب. نعم. إذن نحن أمام صدد رسمة منحنى الطلب. نضع الكمية في الأسفل والسعر دائما في الأعلى، ونرسم منحنى الطلب. إذا ارتفع سعر الدجاج ماذا أريد أنا؟ سلعة اللحوم الحمراء. اللحوم الحمراء أنا لا أكتبها في الامتحان، ولكن فقط للتفهيم. أنا ما بعنيني اللي هو إيش حيصير في الدجاج. حيزيد الطلب عليه، حيقل الطلب عليه، حتزيد كميته. أنا ما بعنيني. بعنيني أنا لما بغلى الدجاج إيش بأثر على اللحوم الحمراء. نعم. إذا غلي الدجاج، معنى دائما عزيز الطالب فكر أنه كل ما غلي السلعة معنى غلي السلعة. قول والله السلعة اللي بقى الكيلو بعشرة شيكل صار الكيلو بألف شيكل ومش موجودة. طيب لما ما يكون في دجاج حنشتري لحمة ولا حنبطل؟ هذا السؤال. يبقى حنشتري. يبقى ايش حيصير في الطلب؟ حيزداد. يبقى حينتقل لوين؟ لليمين. حيكون الجواب يزداد الطلب فينتقل منحنى الطلب لليمين. بالضبط. وهنا يركز زي ما حضرتك حكيت انه احنا بنحكي عن اللحمة ممتاز. مش عن الدجاج. صحيح.
بعض الطلاب ينشغل في الدجاج نعم. وينسى السؤال بس الرئيسي. بس ما يشرحش بالمرة عاد وتساور الدجاج قدامه ويشرح في الامتحان. بارك الله فيك. انخفاض سعر اللحوم الحمراء هنا لابد من التركيز جيدا. لماذا؟ نعم. التركيز هذا لأنه هنا بيطلب مني ماذا؟ يطلب مني سلعة اللحوم الحمراء. وماذا يطلب مني في السؤال؟ اللحوم الحمراء. نعم. إذا تغير سعر السلعة نفس اللي طلبها في الامتحان بقوم بعمل تغير سعري. إيش المقصود في التغير السعري؟ يعني الانتقال على نفس المنحنى. هذا الرسمة لما أنا بيكون بتكلم عن سلعتين مختلفات. زي ما نيجي نتكلم مشكلة بين عائلتين كل العائلة بتتحرك. نعم. لكن هنا اللحوم حمراء ولحوم حمراء مشكلة في نفس العائلة في نفس البيت بتنحل. ما بتحركش كل المنحنى. نعم. الحالة الوحيدة اللي أنا بغير فيها لما السلعة بتغير سعرها بغير كميتها. يبقى كل ما السلعة إذا تغير سعرها بغير كميتها. إيش أمامي أنا؟ اللحوم الحمراء. وإيش أمامي الثانية؟ اللحوم الحمراء. قال لي انخفض، بدي نعم. أنزل طابق، بدي أنزل سطر. أنت أمامك الدفتر مسطر. بعض المشكلة الطلاب كان بتلاقيه بحل الامتحان كله في الأورقة الأولى والثانية وبسيب باقي الدفتر فاضي. وبصير لما يشعر أنه غلط الرجاء العودة إلى الورقة الثالثة الورقة الرابعة. لا، لابد أنه الطالب يأخذ راحته في الدفتر ويتبحبح نوعا ما، يأخذ اللي هو الكم الوافر من الدفتر، يعني يأخذ صفحة أو صفحة، لا السؤال الأول السؤال الثاني السؤال الرابع، كل سؤال في صفحة وجهه على الوجهين. نعم. وكذلك لكي لو حدث أي خلل في أثناء اللي هو المراجعة تستطيع أن تشطب السؤال وأن تكتب أسفل منه بدل من أن تنقل إلى الصفحة الأخيرة والصفحة الأخيرة. وهكذا مساحة يعني من الورق، يعني ليش يعني يضغط صحيح. نفسه في سؤال معين. الآن نحن أمام اللي هو انخفض سعر ماذا؟ اللحوم الحمراء. نخفض السعر، انتقل إلى سين إلى سين واحد، بنضلنا مدين المنحنى لما الخط الأفقي لما يخبط في المنحنى بينزل تحت. إيه صار في الكمية؟ ابتعدت عن نقطة الصفر. هاي الكمية الأصلية انتقلت إلى وين؟ إلى اتجاه اليمين فزادت. فنكتب تزداد الكمية المطلوبة. لكن السؤال اللي بعده، توقع المستهلك ارتفاع سعر اللحوم الحمراء. نعم. هاي الكمية هاي السعر. طيب يا أستاذ هاي لحوم حمراء وهي لحوم حمراء، ليش بدناش نغير كل المنحنى؟ بدناش نغير على نفس المنحنى؟ لأنه هنا بقول لي توقع. إذا صار التوقع يعني هن لسه يا أستاذ ما انخفضش حقيقة ولا ارتفع حقيقة. نعم. صارت مجرد إشاعة أنه بدي يغلل سعر اللحمة. يعني صارت إشاعة أنه كيلو اللحمة بدل 45 شيكل بده يصير ب60 شيكل. نعم. بلاقي المستهلك إيش اللي كان عنده رغبة أنه يشتري كمية أكبر، فتلاقيه راح يشتري كمية أكبر لأنه إيش بدأش. لكن إحنا دائما نتصور بدأ تغلى اللحمة يعني الكيلو أبو الأربعين بده يصير ب1000 شيكل. اللي كان عنده رغبة بده يشتري ورغبة ملحة بتصير. لكن اللي بدل ما الطالب يقول والله كان 40 بده يصير ب41، لا الله لا بديش، لا دائما ارفع السعر لكي تتضح لك الصورة. توقع المستهلك ارتفاع سعر اللحوم يعني بدنا نروح نشتري قبل ما تغلى. هاي المعنى انه انا بدي اروح اشتريها قبل ما تغلى، توقعت انها بدها تغلى فبدي اروح اشتريها قبل ما تغلى. كما كان يحدث في ازمات البنزين عندنا. نعم. كانوا اليهود يضربوا النفق، كانوا الناس يتوقعوا انه البنزين حينقطع، فتلاقي الناس صفت طوابير على محطات تعبئه الوقود. لماذا؟ لكي لانه توقع ان السعر سيرتفع. نعم. فهذا ماذا حدث هنا؟ يزداد الطلب فينتقل منحنى الطلب لليمين. الآن انتشر مرض جنون البقر. انتشر مرض جنون البقر. هل تشعر أن هناك أحد يرغب في هذه السلعة؟ كلا. انتشر مرض جنون البقر ينتقل المنحنى إلى أسفل. انظر عزيز الطالب، هذا هو منحنى الطلب. إذا المنحنى هذه تعتبرها دار المستهلك. دار المستهلك لما واحد بده يوسع داره بيطلع لبرا. نعم أكيد. يعني هنا بتحرك للزيادة، يعني هنا اليمين. لكن لما واحد بده يدخل لجوا بزيادة بده يقل قلص داره، يعني هنا إيش ينخفض. نعم. يبقى الزيادة تحرك إلى الأمام إلى اليمين، وكذا العكس اللي هو هنا زيادة وهالنقص. هنقول هنا يقل الطلب فينتقل منحنى الطلب إلى ماذا؟ لليسار.
ما يقولش لا أسفل ولا أعلى، خلاص لليمين ولليسار، لأنه في العرض عكس الطلب في كلمة أسفل وكلمة أعلى. في الآخر بيقول لي ارتفع معدل النمو السكاني، هاي الكمية هاي السعر، ارتفع معدل النمو السكاني يزداد الطلب، فبنقول يزداد الطلب فينتقل منحنى الطلب لليمين. إذن أمام سلعة، أول ما بدي أتعامل مع السؤال بدي أتعامل ماذا يطلب؟ منحنى طلب. سلعة ماذا؟ اللحوم الحمراء. كل تركيز ذهني في اللحوم الحمراء، أهمل هذه الأشياء، ولكن لا أهملها لدرجة أني أنسى السؤال، لكن أنا بدي أعرف إيش هذه الجزئية بتأثر على اللحوم الحمراء، وبناء عليه بعبر. الرسمة الوحيدة اللي بغيرها إذا تغير سعرها تتغير كميتها. يعني نفس السلعة نفس السلعة نفس المنحنى. لذلك نحن نتحدث عن اللي هو هذا يسمى في الكتاب اللي هو التغير السعري، والتغير السعري المقصود فيه اللي هو تغير على نفس المنحنى. إذا تغير سعر السلعة من نقطة، نتغير من نقطة إلى نقطة أخرى. أما إذا تغير محددات الطلب نتكلم عن تغير وانتقال لكل منحنى الطلب. كل منحنى الطلب ينتقل من سلعة إلى سلعة، ينتقل منحنى الطلب إلى اتجاه اليمين وإلى اتجاه اليسار. فهذا عندما نتحدث عن تغير في الطلب ينتقل كل المنحنى بسبب تغير محددات الطلب. لكن عندما نتكلم عن تغير سعري، يتغير السعر السلعة من سعر إلى أخرى، لو نتحدث عن تغير سعري كما يحدث أمامنا، تغير السعر من نقطة إلى أخرى، هذه الحالة الوحيدة اللي بيقول لي انخفض سعر السلعة فانتقل من نقطة إلى نقطة أخرى. إذنك إحنا تفضل. طيب أستاذ حسان، يعني إيش السلعة اللي ممكن يعني يكون تركيز عليها بالأساس، ولا أي سلعة ممكن يكون؟ واللي هو أي سلعة يعني كل عام يعني بتحدث عنها. يعني أنا في الحلقة هذه سأتحدث عن اللحوم الحمراء، سأتحدث عن الأحذية الجلدية، سأتحدث عن سلعة السيارات، ولكن هناك السلعة الأساسية بالتحديد. الكتاب غير مرتبط بسلعة معينة، وتبقى توقعات إلى سلعة معينة، ولكن أنا ما أريد أن أركز عليه في هذا المقام، إنه كيف يتعامل مع السؤال لو اختلفت السلعة. اختلفت السلعة، ما علاقة هذه السلعة المختلفة بهذه السلعة؟ هل هي علاقة مكملة أم بديلة؟ مكملة يعني التنتين يحتاجوا بعض. هل ما بقدر أقول الدجاج مكمل للحوم؟ يعني منفعش تطبخ اللحمة لو ما حجاج، هذا منفعش، لكن هذه تعتبر بديلة. ما لقيناش لحمة بنشتري دجاج، لكن هنا تخفض سعر. إذا نفس السلعة نفس السلعة نفس المنحنى، هذه الأشياء نفسها بس فقط غير السلعة. مطلوب من الطالب يرسم الرسمة؟ صحيح، الرسمة والكتابة عليهم 3 درجات، علامة ونص، علامة ونصف. هذا بالنسبة اللي هو لدارس الطلب. تحدثنا اللي هو عن اللي هو خصائص المنحنى، انه ميله ينحدر من اعلى الى اسفل، ميله سالب. نتحدث عن قانون المنفعة، نتحدث عن قانون المنفعة اللي هو كلما زادت الكمية المستهلكة لتزداد اللي هو تقل المنفعة. ايضا لما تغير السعر كما تحدثت عنه، التغير السعري يعبر عن تغير سعر السلعة نفسها، وهذا ما نتحدث فيه هو ينطبق ايضا على وحدة على درس العرض كما سنتحدث عنه لأن بعد قليل سنتحدث عن العرض. هو نفس السؤال، ولكن إذا نرغب أنه نعدل على نفس السؤال، نتكلم اللي هو نحذف اللي هو كلمة منحنى طلب اللحوم الحمراء، هو تغير السعر نفسه ونعدل تعديل بسيط. لكن الآن لما عندما نتحدث عن سلعة نتكلم عن العرض، نتكلم أنا بصفتي كمنتج، لا أتحدث بصفتي أنا كمستهلك، ولكن أنا العرض بتحدث أنا كمنتج. ماذا المقصود في اللي هو العرض؟ إنه أنا ببحث عن رغبة لدى المستهلك عند سلعة معينة. التعريفات بالتحديد يعني هو بس مثلا الطلب، العرض، عرف الطلب، عرف العرض، هي محددات العرض، خصائص منحنى الطلب، خصائص منحنى العرض، هذه الأشياء المهمة. لكن يبقى الجانب العملي هو سيد الموقف في الامتحان. ماذا يحدث لمنحنى عرض الأحذية الجلدية في حالة الحالة الأولى إذا ارتفع سعر الجلود؟ 2 إذا ارتفع سعر الأحذية الجلدية، إذا زاد عدد مصنعي الأحذية الجلدية، إذا استخدم
المنتجون آلات حديثة بالصناعة. إليك عزيزي الطالب، نفرق بين الطلب والعرض. هذا هو منحنى الطلب وهذا هو منحنى العرض ومنحنى الطلب. نتحدث عن منحنى العرض، تلاقيه عامل زي حرف العاء، لكن منحنى الطلب عامل زي حرف الطاء. منحنى العرض يعني هي رسمة منحنى العرض عامل زي حرف العاء، أما منحنى الطلب عامل زي حرف الطاء، هذا منحنى الطلب. الآن إيش النقطة الثانية اللي هي الجوهرية في مسألة اللي هو منحنى العرض؟ هاي منحنى العرض عامل زي غصن الشجرة. كل ما بيدقى للثمر اللي عليه بتلاقيه بينزل لأسفل، يعني هنا زاد وهنا اللي هو انخفض، يعني كل ما بيتقل المنحنى بتلاقيه بينزل إلى أسفل. فهنا الكمية نفس الشيء، الكمية والسعر. ونفس الشيء نتحدث عن التغير السعري، نتحدث عن تغير سعر السلعة نفسها، الانتقال على نفس المنحنى من سلعة إلى سلعة أخرى. الآن نحن أمام اللي هو سلعة الأحذية الجلدية، نتحدث عن إذا ارتفع سعر الجلود. ارتفع سعر الجلود، هي الآن الكمية، السعر، هاي منحنى العرض. الآن ما علاقة الجلود بالأحذية؟ هي علاقة عناصر إنتاج. غلية الجلود يعني متر الجلد تاع الأحذية اليوم مثلا 30 شيكل سعر المتر. الآن لما نيجي نقول المتر صار ب 300 شيكل، إيش اللي بدي يستفيده المنتج؟ مش حيقدر يستفيد، فحتلاقي الربح تبعه قل، فحيقل العرض، فبنقول يقل العرض فينتقل منحنى العرض لليسار. إذا ارتفع سعر الأحذية الجلدية، تغير سعري على نفس المنحنى ينتقل من نقطة إلى أخرى، هي ارتفع سعر الأحذية، تغير سعر، هي الكمية وهي السعر. الآن أنا رفعت السعر من نقطة إلى أخرى زي ما تكلمنا في الطلب، بدناش نعيده تاني، هو نفس التغير، نفس السلعة، نفس السلعة على نفس المنحنى، فبنقول هنا تزداد الكمية المعروضة. طب ليش هاني يا استاذ زادت؟ وفي السؤال اللي قبله قلنا لما ارتفع السعر قلت، لانه انت بتتكلم عن مستهلك، بتتكلم عن اللي هو ايش، عن سلعه، بتتكلم عن اللي هو عرض، بتتكلم عن طلب. لما بتكلم عن الطلب بتكلم عن اللي هو سلعه الطلب، بتكلم عنها مستهلك. كل ما انخفض السعر زادت الكميه. ولما بتكلم عن اللي هو العرض، كل ما ارتفع السعر زادت الكمية المعروضة. واضح؟ فهذه اللي هو أمامي هي نتحدث عن اللي هو سعر الأحذية الجلدية، ارتفع السعر فزادت الكمية المعروضة. أما إذا زاد عدد مصنعي الأحذية الجلدية فإنه يزداد العرض كما تحدث. لما بينزل المنحنى لتحت بيزيد، فهذا إيش يسمى؟ بنقول نقدر نقول يزداد العرض فينتقل منحنى العرض لليمين. إذا استخدم المنتج آلات حديثة بالصناعة أيضا يزداد العرض. الكمية، السعر، يزداد العرض. كذلك لو كتبنا سؤال إذا قدمت الحكومة إعانات للمنتج، يعني جابت الحكومة مثلا للمنتج جلود، جابت له مثلا خفضت أو خفضت عليه الضريبة، مثلا خفضت عليه الضريبة، أيضا برضو بيزيد العرض، بينتقل إلى أسفل. لكن لو رفعت الحكومة الضريبة ينتقل إلى اليسار. هذا اللي هو يتحدث عن الجانب الثاني من منحنى العرض كما تحدثنا عنه. الفرق الوحيد هو اللي دائما بيغلطوا فيه الطلاب اللي هو التغير السعري. التغير السعري بنتحدث عن نفس السلعة، نفس السلعة، نفس المنحنى. تمام. طب في الرسمات الطالب ممكن يخطئ في إيش؟ بالاتجاه مثلا وهو برسم؟ هو بيرسم بينسى الكمية وبينسى السعر، أو بيخربط بين اللي هو منحنى الطلب وبين منحنى العرض. منحنى الطلب زي ما تحدث بيتكلم عن زي حرف الطاء، بدنا تشبهنا إياه بإشي معين عشان الطالب يعني هو حرف العاء. عرض هذا عرض، هاي حرف العاء. أما الطلب عامل زي حرف الطاء، طلب هذا طلب وهذا عرض. جميل. عامل زي حرف العرض عشان الطالب ما تلتبسش عليه الأمور. والعرض عامل زي غصن الشجرة، كل ما بيتقل الثمر اللي عليه بينزل لتحت، يعني هام زاد وفوق يقل. الكمية دايما نضعها على الأسفل، والسعر دايما فوق. هذه الأشياء اللي دايما الطلاب بيغلطوا فيها. تمام. ننتقل اللي هي
تاخذ فاصل اللي بدك اياه ما في مشكله يعني. اللي هو اللي نتحدث عن اللي هو توازن السوق بعد الفاصل ان شاء الله. ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا بعد هذا الفاصل القصير. وجامعه كل الفلسطينيين جامعه فلسطين. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد عبر قناتكم وإذاعتكم أمواج الرياضية في برنامج يوميات أنا توجيهي، ومراجعة سريعة لمادة الإدارة والاقتصاد مع الأستاذ الفاضل حسان فرج الله. أهلا وسهلا بك من جديد. أهلا وسهلا. يعني امبارح أنا برضو للطلاب يعني حكينا عن الكيمياء وكانت المعادلات شيء يعني حلوة جميلة جدا. صحيح. وانت عارف غزة يعني فيها أكشن كتير وفيها معادلات وبحب الأشياء العملية والتطبيقية. نرجع صحيح. لمادة الإدارة والاقتصاد مع حضرتك. نحن الآن بصدد اللي هو درس توازن السوق. نتحدث عن التوازن يحدث عندما الكمية التي يعرضها المنتج هي نفس الكمية التي يطلبها المستهلك، والمستهلك راض عن هذا السعر والمنتج راض عن هذا السعر، فيصبح توازن. عندما تتساوى الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة يصبح لدينا توازن. كما هو في الجدول أمامنا، نضع الكمية المطلوبة مثلا 50 100 150 200 250 250 200 150 150. نعم. ما هو الذي أمامنا؟ نجد أنه تساوت الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة، وهذا يسمى كمية التوازن، وهذا يسمى سعر التوازن. كيف نتعامل اللي هو مع هذا السؤال؟ يسأل السؤال الأول: ارسم منحنى الطلب والعرض. اثنين: بين بالرسم سعر التوازن وكمية التوازن. الآن لو رسمنا، نرسم اللي هو التوازن، الكمية، السعر. الآن عزيزي الطالب انظر، 1 2 3 4 5، بنكتب 1 2 3 4 5. الرقم الصغير 50 100 150 200 250، هي 50. نبدأ من الصغير، لا يعقل أن نبدأ 250 على خط الأعداد. 150 200 250، نبدأ 1. نتعامل مع السطر الأول، مع السطر الأول 1 مع 250، هي 1 مع 250 بحط إكس. 2 مع 200 بحط إكس. 3 بتلاقى مع 150. 4 خط أفقي خط رأسي، خط أفقي خط رأسي، وباجي بوصل بين هذه النقاط، بصير عندي إيش؟ منحنى الطلب. بهذا أنا بكون رسمت منحنى الطلب. نيجي على النقطة الثانية، 1 مع 50، 2 مع 100، 3، وهكذا. لما أنا برسم منحنى خط أفقي خط رأسي، رسمت اللي هو منحنى العرض.
بهذا تحقق عندي ماذا؟ تحقق عندي توازن السوق. توازن السوق اللي هو ايش؟ تلاقي وتقاطع الخط. فبنكتب هنا سعر التوازن وبنكتب هنا كمية التوازن. هذه الرسمة عليها 5 درجات. الرسمة لحالها 3 درجات، وانك تكتب سعر التوازن وكمية التوازن هي كمان حققت كمان درجتين. لكن السؤال الأهم هنا اللي هو إذا السؤال بيتكلم إذا شبك اللي هو موضوع الأرضية السعرية والسقف السعري. يعني السؤال بيجيني إذا رفعت الحكومة سعر التوازن لـ4 ماذا ينتج عن ذلك؟ ايش يعني رفعت الحكومة سعر التوازن لـ4 يا استاذ؟ يعني الدولة بدها تدعم المنتج. نعم. عندي ارضية سعرية وعندي سقف سعري. لما انا يا استاذ بتكلم عن ارضية سعرية بتكلم عن رفع رفع اللي هو سعر التوازن. لما بدي ارفع سعر التوازن بدي ادعم مين؟ بدي ادعم المنتج. لما انا بدي ادعم المنتج بدي ارفع له السعر، يعني بدي افرض حد ادنى لسعر التوازن. يعني يا منتج ممنوع تبيع كيلو البندورة باقل من شيكل ونص. يعني معاك حد أدنى سعر تبيع فيه الشكل ونص، ارفع السعر زي ما بدك. لكن لما بنتكلم عن اللي هو المستهلك، بتكلم عن المستهلك يعني خفض لسعر التوازن. بتيجي الدولة لبيع الطحين للسلع الأساسية بتقول له ممنوع تبيع كيس الطحين بأقل من بأكتر من 70 شيكل. يعني السقف تاعه 70 شيكل، ممنوع يزيد عن 70 شيكل. يعني بإمكانه يبيعه ب60 ب50 ب20، هو يخفض السعر. صار اليوم مع الحكومة أعلنت على الأسمنت ب80 شيكل، وإن شاء الله بتطبق. صحيح. يعني نتمنى ذلك بس يصير في أسمنت في البلد. هذا اللي هو يدعم اللي هو المنتج أو يدعم المستهلك، والذي يحدد هذا اللي هو إذا قال لي رفعت بكون دعم للمنتج، إذا قال لي خفضت بكون دعم للمستهلك. الآن بدي عشان أحل هذا السؤال بدي أقسم المنحنى من النص، بدي أسمي هذه المنطقة فائض وهذه المنطقة عجز. باجي عند السعر 4، عند السعر 4 بمده قطع منحنى الطلب في منطقة مين؟ العجز. العجز، فبكتب له عجز طلب. مده كمان قطع منحنى العرض في منطقة مين؟ الفائض. بكتب له فائض عرض. طيب يا أستاذ أنا مش فاهم الرسمة منيح. باجي عند 4، مين الرقم الصغير؟ 100 عجز، عجز مطلوبة عجز طلب. الرقم الكبير 200 فائض معروضة فائض عرض. تمام، واضح. فهذا اللي هو ايش؟ نقطة ثانية. نقطة ثالثة، رفعت السعر يعني دعم لمين؟ دعم للمنتج. مين اللي بدي يكيف في البلد؟ المنتج. يبقى حيصير فائض في العرض وعجز في الطلب. لكن لو قلنا خفضت الحكومة السعر حيصير عندي فائض في الطلب وعجز في العرض. لأنه المنتج دائما من مصلحته رفع السعر، أما المستهلك من مصلحته دائما خفض السعر. بيجيني سؤال هنا أيضا تكملة، ما قيمة الفائض والعجز؟ ما قيمة الفائض والعجز؟ قيمة الفائض والعجز المقصود فيها هنا اللي هي إيش؟ عند السعر 4، عند النقطة 4 هو اللي طلبها. عند السعر 4 بقول 200 ناقص 100، الرقم الكبير من الصغير اللي هو 200 ناقص 100 ناقص 100 ويساوي 100. 200 ناقص 100 ويساوي، هذا اللي هو قيمة الفائض والعجز. ال 100 هذه بتعبر عن عجز الطلب وفائض العرض. شو يعني؟ يعني عند السعر 4 المستهلك مش قادر يشتري لأنه غلي السعر. فاشترى 100 والمنتج مكيف على السعر فعرض 200. فصار المنتج والمستهلك عنده، المنتج صار عنده فائض مش لاقي حد يشتري 100 والمستهلك عاجز انه يشتري 100. هذا اللي هو ايش؟ يعبر عن قيمة الفائض ويعبر عن قيمة العجز. السؤال الخامس بيقول لي ما اسم هذه السياسة؟ اسم هذه السياسة إذا قال لي رفعت بنسميه أرضية سعرية. أرضية سعرية. طيب كيف أحفظها يا أستاذ؟ بتخربط فيهم. أرضية سعرية الآن مين دعمت الدولة لما رفعت السعر؟ الحكومة رفعت مين؟ المنتج. المنتج دائما نقول أرض المزارع، أرضية سعرية أرض المزارع يعني منتج. لما رفعت أرض المزارع احفظها أرض المزارع يعني أرضية سعرية. لكن السقف اللي هو المستهلك اللي هو أنا وإنت اللي في بيوتنا، سقف الأرض الزراعية ما فيش فيها سقف. فبتكلم عن سقف سعري، بتكلم عن دعم للمستهلك. نعم. ايضا اللي هو السؤال السادس بيجي اللي هو ما اجراءات
الحكومة لدعم هذه السياسة. لدعم هذه السياسة عندي ثلاث إجراءات. نتكلم عن ثلاث إجراءات لدعم هذه السياسة. إذا قال الدولة رفعت سعر التوازن بصير عندي إيش؟ عندي المنتج مش قادر ينزل في سعر السلعة ينفق سلعته، ممنوع يقل عن شكل ونص. يعني زي ما بصير عندنا اليوم بائع الخضراء آخر النهار بتلاقيه إيش؟ بنزل السعر عشان السلعة ما تتنفش لليوم الثاني. لكن اليوم إحنا بصدد إنه رفع السعر ومش قادر ينزله عشان ايش؟ ينفق سلعته. فبدنا نتخلص من الكميه وين نوديها؟ فاما بنصدرها واما بنصنعها بتروح على المصانع. فاذا راحت على المصنع حيتكبد خسائر. فبتلاقينا بدنا ندعم المنتج. يبقى النقطه الثانيه دعم المنتج. نكتبها على السبوره. الاجراءات اللي هو التخلص من الفائض، دعم المنتج. طيب الناس ما بيشتريوش بندورة، ايش بيشتريوا؟ صلصة. وقف استيراد الصلصة، خليه غصب عنه يشتري البندورة. فبنقول تقليل استيراد السلع البديلة. فبهذا بكون اللي هو هذا السؤال مهم جدا، والعام الماضي ما جاش، فمتوقع اللي هو هذا السؤال. إذا ما أجى هذا السؤال بكون السؤال الثاني اللي هو اللي بعبر عن التوازن. لكي يستطيع الطالب أنه يكتب اللي على السبورة بشكل سريع. أعطينا هيك شرح نتكلم له إيش أنا عملته في الجدول. اللي عملته في الجدول فرغت السعر على قائمة السعر 1 2 3 4 5. فرغت 50 100 تحت. رسمت السطر الأول مع السطر الثاني 1 مع 250. وصلت 2 وصلت اللي هو إيش؟ لما رسمت منحنى الطلب ورسمت منحنى العرض. الآن جاني الخطوة الثانية، بده سعر التوازن وكمية التوازن. الالتقاء هو اللي إيش؟ يعبر عن التوازن. فالتقاء السعر والتقاء الكمية اللي هو إيش؟ يعبر عن التوازن. فأنا بكتب سعر التوازن وبكتب هان كمية التوازن. السؤال بيسألني هنا، رفعت الحكومة سعر التوازن لأربعة، باجي عند الأربعة بعد مكسم المنحنى من النص، هذه منطقة الفضاء فائض وهذا اللي هو إيش؟ العجز. فباجي بقول مرت عن منحنى الطلب في منطقة العجز، وهنا بده يكون 150 عشان نقطة الالتقاء اللي هي التوازن 150 150 في صحيح. الكمية المطلوبة والمعروضة صحيح. نعم. لكن هنا لما بيجي بطلب عند الأربعة قطع المنحنى في منطقة الطلب في منطقة العجز، فبكتب عجز طلب. لكن قطع منحنى العرض في منطقة الفائض فائض عرض. أو باجي عند الأربعة الرقم الصغير عجز والرقم الكبير فائض، عجز مطلوبة عجز طلب، عجز مع فائض معروضة فائض عرض. لما بده قيمة الفائض والعجز باجي عند السعر اللي هو طلب في الامتحان عند الأربعة بننقص الرقم الكبير من الصغير، فبكون 200 ناقص 100 100. ما اسم هذه السياسة؟ إذا رفعت الحكومة السعر بكون عندي أرضية سعرية، لكن لو خفضت السعر بسميه سقف سعري. إيش يعني سقف سعري؟ يعني خفضت سعر التوازن. لما بتخفض الدولة سعر التوازن فبدنا نضطر الحكومة إيش إجراءات حمايتها؟ تحدد الكمية وتحدد البيعين وتدعم الاستيراد، زي ما صارت عندنا أزمة السولار والبنزين في قطاع غزة. لما صارت الحكومة تيجي عند محطات الوقود ممنوع حد يعبي بأكثر من 50 شيكل، سيارة ممنوع تعبي بأكثر من 100 شيكل. هذا إيش عملت الدولة؟ حددت الكمية. كان بتلاقي كمان محطة الوقود كان في الشلة في المربع هذا ينزل عند هذا المحطة، باقي المحطات فاضية. اليوم الثاني عند المحطة الفلانية عشان ما تستهلكش غير مرة واحدة، لأنه أنا محدد لك الكمية وحددت لك البيع عشان أضمن ما تشتريش غير مرة واحدة. أما الثالثة اللي دعم الاستيراد، جيبونا بنزين وريحونا. هذه اللي هي المعادلة. في حاجات كثير ممكن نحكيها الواحد بس احنا على الهواء. نعم تفضل. هذه اللي هي ايش؟ قيمة الفائض والعجز. اسم هذه السياسة. الإجراءات اللي اتبعتها اللي هي برضو وضعنا صعب شوي، احنا حصارة محاصرين يعني في خنقة للمعابر. تفضل كمل. بارك الله فيك. ممكن يجيبونهم السولار، يعني ممكن تمارين من الواقع الحياة يجيبونهم. وهي من واقع الحياة أصلا كل السلع. يعني من ودي يجيب سلعة مش من السوق؟ قصدي يعني من واقع اللي عايشينه بالضبط. فهذه اللي هي الحالة الأولى من حالات التوازن اللي كانت على السبورة. أما الحالة الثانية هي اللي بتيجي عما تأثير أثر المتغيرات الاقتصادية التالية على سوق ما 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 أثر المتغيرات الاقتصادية التالية على سوق السيارات. نادي السؤال للمستمعين. ما أثر المتغيرات الاقتصادية التالية على سوق السيارات؟ واحد، إذا ارتفع سعر البنزين. اثنين، إذا زاد عدد مصنعي السيارات.
ثلاثة إذا ارتفع دخل المستهلك. أربعة إذا فرضت الحكومة ضرائب على مصنعي السيارات. عزيز الطالب، بداية الحل ما يريد؟ هل هو يريد منحنى طلب أم عرض؟ يريد سوق. وما المقصود بالسوق؟ المقصود بالسوق اللي هو رسمة التوازن، يعني بداية جهان يا أستاذ أرسم منحنى الطلب والعرض، هاي الكمية وهي السعر وهي منحنى الطلب، هاي منحنى العرض وهي منحنى الطلب. منحنى العرض ومنحنى الطلب. ايش بده السؤال؟ ارتفع سعر البنزين. البنزين بيأثر على مين؟ بيأثر على الطلب، هاي قل الطلب. نعم. الان احنا كنا نجيب التوازن، هي التقاطع، دون ان نتحدث عن المنحنى الجديد. الان انتهينا من المنحنى هذا، وين التقاطع الجديد يا استاذ؟ هيو. نعم. التقاطع الجديد هو التوازن الجديد. اعتبر هذا مش موجود. الان وين التوازن؟ هيو. لكن الان هذا اعتبر هذا مش موجود الاصل، بدنا نرجع للاصل. ايش هو الاصل يا استاذ؟ اللي هو التقاطع الاصلي. فهي التوازن، السعر الاصلي والكميه الاصليه، هي الكميه الجديده والسعر الاصلي. ايش صار في السعر الجديد؟ انخفض. انخفض والكميه انخفضت، فبدي اكتب هنا انخفاض سعر التوازن تقل كميه التوازن. اذا زاد عدد مصنعي السيارات، هي الكميه، هي السعر، هي العرض، هي الطلب. سؤال، لو انا جاي اشتري سياره، بيعنينا كم واحد بصنع سيارات؟ لا، بيعنينيش. انا بيعنيني هالسياره اللي امامي، سعرها كويس، جودتها نظيفه، كل شيء فيها تمام، تهلكش وقود كثير مثلا، لونها عجبني. فهذا له علاقه بمن؟ بالمنتج. فانا ايش بدي يصير عندي لما بزيد عدد اللي بصنع سيارات؟ بده يتغير العرض. الان وين استاذ قطع منحنى الطلب منحنى العرض؟ قطع منحنى الطلب منحنى العرض في هذه المنطقه، يبقى هي التوازن الجديد. اعتبر هذا مش موجود، هاي التقاطع الجديد وهي التوازن الاصلي. السعر في الكميه زادت والسعر انخفض، فبنكتب هنا انخفاض سعر التوازن تزداد كميه التوازن. نعم. لكن اذا ارتفع دخل المستهلك، ارتفع دخل المستهلك، هاي الكميه، هاي السعر، هاي العرض، هاي الطلب. ايش صار عندي؟ ارتفع دخل المستهلك، حيستهلك سيارات اكثر، فهاي منحنى الطلب الجديد. وين يا استاذ قطعه؟ هيو هنا، يبقى هاي التوازن الجديد. وين التوازن القديم؟ هاي التوازن القديم. نعم. ايش صار في الكميه؟ زادت والسعر ارتفع. فبنكتب ارتفاع سعر التوازن زيادة كمية التوازن. لكن قال لي إذا فرضت الحكومة ضرائب على اللي بيصنعوا سيارات، إيش حيصير في العرض؟ حيقل العرض، هاي الكمية، هاي السعر. إيش حيصير عندي؟ فرضت الحكومة ضريبة، حيقل العرض. وين صار التقاطع؟ هيو هان قطعه. وبعدين برسم المنحنى الجديد. بعض الطلاب بيستعجل، بتلاقيه برسم منحنى التقاطع الأصلي وبروح ايش بيعمل؟ برسم التقاطع الأصلي وبروح ايش؟ بخربط حاله في التوازن الجديد. لا، ارسم التوازن الجديد والغي التوازن القديم، اعتبره القديم مش موجود. وين قطعوا هنا؟ فايش صار عندي؟ الكمية قلت والسعر ارتفع، فبكتب هنا ارتفاع سعر التوازن تقل كمية التوازن. يبقى احنا امام صدد اللي هو درس توازن السوق. لما بشوف الطالب كلمة سوق بده يرسم منحنى الطلب والعرض. نيجي هلقيت على المحددات، يا ترى هذا المحدد بتكلم عن طلب ولا عرض؟ بعض الطلاب يا استاذ ماهر بتلاقيه ايش؟ بتخربط، يا ترى هذه طلب ولا هذه عرض؟ لما نيجي نتحدث عن هذه السلعة، هل هذه السلعة طلب أم عرض؟ نتحدث عن اللي هو ما يتعلق بالمنتج، فهو يتعلق بالعرض. يعني أنا إيش بيعنيني جاي أشتري دجاج؟ منيح؟ إيش بيعنيني كم واحد بربي دجاج في البلد؟ بالزبط. إيش بيعنيني التكنولوجيا اللي بيستخدموها في التربية؟ إيش بيعنيني الحكومة إيش بتفرض عليه ضريبة؟ وإيش بيعنيني سعر العلف؟ هذه الأربع أشياء الأساسية اللي هي محددات العرض، أنا كمستهلك ما بتلزمنيش.
فايش بدي اتعامل معها؟ هدول بدي اتعامل معهم منتج. اما باقي النقاط فهي طلب. نعم. يعني انا لما لقيت امامي سؤال بتحدث عن سوق، طب هي ارتفع سعر البنزين، ما علاقة البنزين بالسيارة؟ هل علاقة البنزين بالسيارة علاقة مكملة ولا عناصر انتاج؟ اذا بدي اقول عناصر انتاج يعني بنصنع السيارة من البنزين، فما بنفعش اقول السيارة بدنا نصنع من البنزين واقول والله بتأثر على العرض. لكن لما بدي اجي اتكلم عن اللي هو البنزين مع السيارة، فبدي اتكلم عن سلعة مكملة. بدي اتكلم عن سلعة مكملة اللي هي ايش؟ كلما ارتفع سعر البنزين انقل الطلب على السيارات. لكن لما انا بدي اتحدث عن اللي هو سلعة الحديد، ايش الحديد بيأثر على السيارة؟ الحديد انا ما بيعنيني، انا جاي اشتري سيارة، بيعنيني بكم كيلو الحديد؟ او بعد ما اروح السيارة على البيت بدي اشتري لي والله 2 كيلو حديد ولا طن حديد؟ انا ما بلزمنيش الحديد كشاري او كمستهلك للسيارة. فالحديد علاقته بالسيارة علاقة عناصر انتاج. اي سلعة، هيك افهمها بالعربي، اي سلعة انت ما بتعني كاش ولا بتعرف عنها اشي ولا بتلزمك غالبا ما تتعلق بالمنتج. واذا كانت خاصة سلعة طعام اكل او شرب فهي ايش هذه السلعة؟ اذا ما كانت بتفوت على المطبخ ما بتلزمني. يعني انا جاري احذية جلدية زي ما تكلمت في السؤال السابق، انا جاي اشتري حذاء، ما بيعنيني اللي هو سعر الاحذية الجلدية، بتعني مين؟ يعني المنتج. نعم. انه والله الجلود غليت عليه ولا رخيصة عليه. فكل ما غليت عناصر الانتاج على المنتج بتأثر على المنتج، انا ما بأثر علي. نعم. وان كانت لها تأثير بس ممكن ارتفاع السعر. يعني ارتفاع السعر بس هذا مش مطلوب للطالب انه يقعد يحلل، هذا حياخده بتوسع في الجامعة ان شاء الله. تفضل. هذا اللي هو بالنسبة لدرس السوق، فالطالب ما يخربط ويخلط بين اللي هو الطلب والعرض. العرض فقط الأربع نقاط اللي تحدثت عنها، عدد البائعين، تكلفة عناصر الانتاج، التكنولوجيا اللي بيستخدمها الحكومة، تتحدث الحكومة عن إعانات وتتحدث الحكومة عن ضرائب. نعم. وبهذا اللي هو إيش يكون قد انتهينا من الجزء الأكبر من الدرس التوازن. بقي الجزء اللي هو البسيط من درس التوازن الذي نتحدث عن اللي هو تغير منحنى الطلب ومنحنى العرض. إذا كان في تغير بنفس المقدار أو تغير سعري أو تغير اللي يتحدث عن يعني في اشياء كثير بتساعد الطالب. مثلا هان زي ما حضرتك حكيت سوق، يعني بتعرف انه هنا في شيء معين، في عندي بالضبط طلب وعرض بدرسهم او التوازن اللي حكيت عنه. بالضبط. في هنا ثلاث حالات مهمه من التوازن غالبا ما تاتي، يعني السنه اللي فاتت اجت بشكل موسع، ولكن يخشى انه السنه تيجي في اسئله ضع خطا. عندما نتحدث واحد اذا ارتفع، اذا زاد الطلب، سؤال اذا زاد الطلب وبقي العرض ثابت. ما نفهمش معنى كلمة ثابت. النقطة الثانية، إذا زاد العرض بمقدار أكبر من زيادة الطلب، فهذا إن نفهمش معنى كلمة بمقدار أكبر. إذا انخفض العرض وزاد الطلب بنفس المقدار. النقطة الأهم من ذلك اللي هي زاد الطلب وبقي العرض ثابت، نتحدث عن اللي هو العرض الطلب. يا ريت قلم آخر. زاد عندي اللي هو تغير اللي هو هاي السعر، الكمية، السعر، العرض، الطلب. الآن زاد الطلب وبقي العرض ثابت، هاي الطلب زاد وكأنه العرض شمالي يا أستاذ مش موجود. إيش صار عندي؟ هاي التوازن الأصلي وهي التوازن الجديد. نعم. إيش صار في الكمية؟ زادت. وإيش صار في السعر؟ ارتفع. بنقول له ارتفاع سعر التوازن زيادة كمية التوازن. إذا زاد العرض بمقدار أكبر، هاي الكمية، هاي السعر، هاي العرض، هاي الطلب. زاد العرض بمقدار أكبر من زاد الطلب، هاي زاد العرض. نعم. وهاي زاد الطلب. هاي التوازن الجديد وهي التوازن القديم. نعم. زادت الكمية وانخفض السعر. فبدنا نكتب هنا انخفاض سعر التوازن تزداد كمية التوازن. ايش اللي انا عملته؟ حركت العرض اكتر من تحريكي للطلب. لكن هنا انخفض العرض وزاد الطلب بنفس المقدار، هاي انخفض العرض وهي زاد الطلب،
هاي التوازن الأصلي، هاي التوازن الجديد. إيش صار في السعر؟ ارتفع وبقى كمية التوازن ثابتة. بنقول ارتفاع سعر، نعم. التوازن بقى كمية توازن ثابتة. نتحدث أستاذ ماهر في اللي هو الجزئية الأهم من ذلك، لننتقل إلى وحدة الأسواق، نعم. بشكل سريع لأهمية هذه الوحدة لكي يستطيع الطالب أن يفهم ما يقرأ، لأن الأسئلة غالبا تأتي حلو الأزرق. فهم؟ نعم. الآن نتكلم عن وحدة الأسواق. الآن عندي أربعة أسواق، تحدث عن وجه مقارنة، وجه مقارنة، تحدث عن عدد البائعين، نتحدث عن تجانس السلع، نتحدث عن حرية الدخول والخروج، نتحدث عن السعر السائد في السوق، نتحدث عن سوق المنافسة، سوق الاحتكار، المنافسة الاحتكارية، سوق الاحتكار التام، سوق المنافسة التامة، سوق المنافسة الاحتكارية، سوق الاحتكار التام، سوق احتكار القلة. نتحدث الآن عن سوق المنافسة التامة وسوق المنافسة الاحتكارية. ركز معي عزيز الطالب، الآن عندي منافسة وعندي منافس، هذول السوقين بيشبهوا بعض. هذا سوق احتكار، اللي بعد كلمة سوق اثنين احتكار. عدد البيعين في سوق المنافسة كبير جدا، نعم، في تنافس، زي اللي هو سوق الخضروات، نعم، وهذا زي سوق الملابس برضو، هنا العدد كبير جدا، يعني بس هنا نضيف كلمة صغيرة الحجم. تجانس السلع، الخضروات كلها بتشبه بعض، يعني نعم. من رفح لبيت حنون مثلا كل الخضروات واحد، بس السلع هنا متجانسة ومتشابهة كمان، لكن هنا السلع غير متجانسة، يعني تعتبر بدائل. الآن أنا ألبس قميص وأنت تلبس قميص وهذا وهذا يلبس قميص، ولكن هل هذا القميص يشبه هذا ويشبه هذا؟ السلع لا تشبه بعض، نعم. وإن كان في المسمى اسمه قميص، نعم. لكن هذه تعتبر بدائل، هذه السلعة بديلة عن هذه السلعة، فهذه ما يعبر عنه ببدائل. أما حرية الدخول والخروج، يستطيع أي شخص أن ينزل السوق ويبيع خضرة وتاني يوم انسحب من السوق وبطل يبيع خضرة، نعم. فهذا يسمى لا يوجد عوائق تمنعني أن أفتح أبيع خضرة أو أبطل. النقطة الثانية أرضه هنا لا يوجد عوائق إن أبيع السلعة. الآن السعر السائد في السوق، في سوق المنافسة التامة بنقول السعر متعارف عليه، معروف، يعني بتدخل السوق مثلا البندورة 500-800 وما شابه ذلك، السوق إيش متعارف عليه، بتخش السلعة هذه كل السوق نفس السلعة الشيء. لكن هنا في المنافسة في السوق المنافسة الاحتكارية تتكلم عن منافسة غير سعرية. يعني لو هذا القميص اللي انت بدك تلابسه لقيته في واحد مبسط على الأرض بعشرة شواكل، مش هتشتري. هنا المنافسة مش في السعر، منيح، هنا المنافسة تكمن في الشهرة والسمعة، سمعة المحل، نعم. ديكور المحل، الخدمات اللي بيقدمها المحل، طريقة عرض السلعة، هو نفسه بيكون بعشرة في المحل بأربعين، صحيح. على سبيل المثال طريقة عرض السلعة اختلفت، نعم. تبكيت السلعة اختلفت، البيع بالتقسيط، تقديم الهدايا، عروض، وضع، هذا كله يسمى اللي هو منافسة غير سعرية. يعني الطالب بس يكتب منافسة غير سعرية ممكن يكمل الأشياء، بيكتب هدول، بيكتب بندين أو ثلاث بنود، نعم. لأنه السؤال بيجي في الامتحان وجه الشبه بين هذا وهذه، أو قارن بين هذا السوق وهذا السوق، نعم. واضح. لكن الآن عند سوق الاحتكار التام زي شركة الاتصالات الفلسطينية، الحمد لله، سوق الاحتكار القلة زي جوال والوطنية في الضفة، عدد البائعين منتج واحد، لكن هنا عدد البائعين اثنان فأكثر، نعم. يعني هنا البياع واحد، شركة الاتصالات أو شركة جوال في غزة البياع واحد. لكن لما نيجي نتكلم عن تجانس السلع، تتكلم عن تجانس السلع، تتكلم هل في هناك سلعة بتشبهها عشان أقارن بينها؟ ما فيش مقارنة، فيش، عن إيش؟
نتكلم عن تجانس السلع، بنتكلم عن اللي هو لا يوجد بدائل. يعني اليوم بدك تفصل التلفون، اليوم بدك تشبك، تفصل وفيش لك تلفون. لكن هنا السلع في عندي نظامين، متجانسة وغير متجانسة. المتجانسة زي سلعة الأسمنت. نعم. كله أسمنت. واضح؟ زي مثلا الجوال والوطنية. واضح؟ متشابه. لكن غير متجانسة زي سلعة السيارات. هذه السلعة بتفرق عن هذه السلعة، هذه السيارة نوع كذا وهذه السيارة نوع كذا. حرية الدخول والخروج، هنا يوجد عوائق وهنا يوجد عوائق. إيش العوائق اللي بتمنعني من دخول السوق في هذا؟ امتياز حكومي وبراءة اختراع، وهدول يسموا قانوني، عوائق قانونية بموجب القانون. أما الثالثة فهي احتكار طبيعي. المقصود في احتكار طبيعي، اليوم لما نجي نقول شركة كهرباء تفتح في غزة جديد وانت مد سلاكه، نعم، فالسوق لا يحتمل اكثر من منتج. لكن براءة الاختراع، انا اللي صنعت الجهاز ومن حقي اصنعه وانتجه وابيعه وما حدش له عندي. لكن الجهاز الحكومي انا موقع عقد مع الحكومة، ممنوع تعطوا ترخيص لاي واحد خلال مدة الانتاج تبعت لمدة 10 سنوات مقابل مبلغ من المال. لكن العوائق في احتكار القلة، الافتقار للتكنولوجيا، الافتقار للتكنولوجيا. والمقصود في الافتقار للتكنولوجيا ايش هو؟ اللي هو يعني اليوم المؤسسات اللي بتحتاج رأس مال ضخم بتلاقيها قليلة الحجم، نعم، عددها قليل. وهذا المقصود في الافتقار للتكنولوجيا، تحتاج أموال كبيرة، السيطرة على مصادر الطاقة أو المواد الخام المواد الأولية. يعني هل يعقل مؤسسة قائمة على توربينات توليد كهرباء من الشلالات المية، ويعني مصنع قد فلسطين بنتج سيارات وقائم على كهرب شبه مجانا، زي ما يجي مصنع بينتج كهرب على حسابه بيدفع سولر وبيدفع كهرب، لا يستطيع أنه ينافس، لأن ذاك الأسعار عليه أقل. السعر السائد في السوق هو يضع السعر، لكن هنا منافسة غير سعرية. بقي أنه الطالب يركز على اللي هو الجانب الأول من اللي هو الوحدة، اللي هي الدرس الأول، لأنه الدرس الأول مليء بالنقاط الهامة في هذا الجانب. لكن نتكلم عن السعر السائد في السوق التام، يعني شركة جوال اليوم مثلا، نعم، ليش ما تبيعنا كرت جوالها بالعشرين بأربعين شيكل مثلا وهي قادرة عليه؟ نعم، ما فيش محتكر حد يقدر. محتكر. ولكن يخاف دائما المحتكر من تدخل الحكومة في هذا السعر. يعني تيجي الدولة تقول له بكفيك 30 بكفيك 20، تفرض سياسة التكلفة المتوسطة، بكم عليك الكارت وكديش، بتلاقي إيش؟ نعم، الدولة نعم. نزلت من القيمة. فدائما المنتج بحاول يخلي الطلب أكبر من العرض، فبتلاقي بيرميش الضاعته كلها في السوق مرة واحدة، وإن كان فيش غيره. نعم. دائما بحاول يخلي المستهلك هو اللي يجري وراء المنتج، بعض عروض هدايا، بعض خدمات متنوعة. صحيح. نعم. طب هذا المقارنة بتيجي للطالب انها مثلا اوجه المقارنة مثلا في عدد البائعين، تجانس السلع. صحيح. ولا صحيح. هو بده يضحهم هذا نظام اذكر خصائص سوق المنافسة التامة المنافسة الاحتكارية. نعم. تذكر ان كلن او وجه الشبه بين المنافسة التامة والاحتكارية، او وجه الشبه بين التام والقلة، او قارن بين المنافسة التامة وسوق احتكار التام. نعم. كمقارنة. نعم. والدرس الاول مهم جدا. نعم. بشكل سريع أستاذ حسن فرج الله، مدرس مادة الإدارة والاقتصاد، يعني بدنا نعطي إيش باقي معنا في مواد المادة. يعني الآن الوحدة الأولى مثلا نتكلم. نعم. عن الوحدة الأولى، السؤال الحسابي أخذ الجزء الأكبر. هيك خلصنا الوحدات. نعم. الجزء الوحدة الأولى أخذ الجزء الأكبر، السؤال الحسابي أخذ 10 درجات. حلو. بقي 10 درجات التانية بتتوزع على وين؟ على باقي الوحدة. يعني لو طالب ركز مثلا على اللي هو أسباب نجاح المشاريع وأسباب فشل المشاريع، أهمية المشاريع، هذه نقاط مهمة. يجي يتكلم عن اللي هو أنواع المشاريع حسب الحجم وحسب الملكية وحسب النشاط الاقتصادي، هذا دائما بيجي سؤال مهم منها. نعم. حسب درس أنواع المشاريع والأشكال القانونية، دائما بيجي مقارنة، اللي نقصد بالأشكال القانونية أنه أنا عندي مشروع فردي ولا مشروع شركة تضامن. في هذولا دائما بينهم تشابه في العيوب. نعم. في مسألة الضريبة ومسألة اللي هو حياة المشروع مرتبطة بصاحبه وبعد فاته وانتقال الملكية والضريبة. الضريبة. نعم. بعد جمع مصادر الدخل والديون غير محدودة. المقصود في الديون غير محدودة أنه شركة التضامن اللي مكون من 2 إلى 20 نفر، اللي غالب الشركات في قطاع غزة شركات التضامن، هذه اللي هو إذا فلست الشركة بيجي المدين
اللي انا بده بيجي اللي هو الدائن بيجي بيطرق باب بيتك وبيبايعك عفش البيت عشان ياخذ ديونه. فيش حاجه اسمها فلست، لكن في المساهمه اللي لك اسهم ديونها غير محدوده، يعني انت بمساهمتك في راس المال وفلست الشركه بتخسر اسهمك. وهنا تنتقل المال للورثه، لكن في المساهمه العامه بتلاقي المال ينتقل اللي هو نتكلم عن المال ينتقل الى الورثه ويباع في السوق. واضح. لكن نيجي نتكلم عن الوحده الثانيه، بدك تركز الطالب، يعني الوحدة الثانية والوحدة الثالثة لابد أن الطالب يلقي اهتمام كبير لهم لأنهم عليهم 40 درجة. يعني بده يأخذ كل جل اهتمامه، لأنه مسألة الوحدة الثانية والثالثة هي مسألة صحيح الوحدة يعني الطالب أحيانا بتغلب منها، ولكن هي أسئلة بسيطة وسهلة. كيف يعني أسئلة بسيطة وسهلة؟ يعني نجي نتكلم عن اللي هو كم بقي لدينا من الوقت، يعني نأخذ 10 دقائق بعد إذن المخرج الأستاذ كرم الطنان. نجي نتكلم عن الإدارة المالية مثلا، نجي نقارن بين أهمية الأهمية المالية والأهداف المالية، أهمية المالية نتكلم عن اللي هو قرار المالي خطير، ونتكلم عن التداخل مع باقي الإدارات، نتكلم عن أهداف الإدارة المالية، تتكلم عن أرباح، تتكلم عن اللي هو ضبط للتكاليف، تتكلم عن سيولة. السيولة بتنقسم لقسمين، في عندي فائض، خطر الفائض وخطر العجز. خطر الفائض لما يكون الدرج مليان فلوس، ايش الخطر اللي بينتابني؟ انه تراجع استثماري وتراجع ربحي. لكن الدرج فيش فيه ولا شيكل في المحل، فبتلاقي عندي بقدرش اوفي بالتزاماتي لما يجي معاد تسديد الدين. فجاني فرصة بقدرش اغتنم الفرص، خصم نقدي، اجاني تاجر بقول لي والله انا بدي منك دين بعد شهرين 2000 شيكل، ايش انك تدفعهم اليوم 1500 شيكل؟ طب انا معيش، فراح علي الخصم. ايضا النقطه الثانيه اللي هو نتكلم عن اللي هو الحصول على الاموال، مصدرين، في مصدر قصير الاجل وفي مصدر طويل الاجل. قصير الاجل تتحدث عن ائتمان تجاري وائتمان مصرفي. مصدر طويل الاجل تتحدث عن اسهم وسندات وقروض وارباح محتجزه. تتكلم عن استثمار الاموال بما يحقق اكبر العوائد وانتاج خطوط انتاج جديده. تتكلم عن الرقابة على الأموال، تتكلم عن اللي هو بدي أقارب بين الخطة اللي أنا حطيتها وبين اللي هو الإنجاز اللي أنا محققه. يعني الإنجاز اللي أنا حققته بدي أقارنه مع الخطة. لما نيجي نتكلم عن الدرس مثلا شؤون الأفراد، تتكلم عن وظائف توظيف، تكلم توظيف بيكون من مصدرين، مصدر داخل المؤسسة وخارج المؤسسة. يعني بدنا نائب مدير، إما بنرقي أستاذ وبنخليه نائب مدير أو بننقله من مدرسة لمدرسة. فالنقل أو الترقية هذا توظيف داخلي، اسمه موظف حكومي بس نقلته من وظيفته حطيته في مكان تاني. لكن التوظيف اللي هو من سوق العمل هذا توظيف خارج المؤسسة، يعني مش موظف حكومي، وجبناه من خارج المؤسسة وصار نائب مدير. لكن هذا إيش إجراءاته التوظيف؟ بنعمل إعلان في الصحف، وبيجوا الطلاب بيجوا بيعبوا الطلبات، بنفحص الطلبات موافقة للشروط اللي بدنا اياها ولا لا، بقدموا امتحان، اللي بينجح في الامتحان بيدخل على مقابلة، بعد المقابلة بعطي قرار التوظيف. لما بدي اتكلم عن تعويض العاملين وتحفيزهم، اتكلم عن تعويض العاملين، انه انا العامل اللي جاييني بدي اعطيه راتب، طب والراتب بناء على ايش بدي اعطيه؟ بناء على اقدميته في العمل، بناء على أهمية العمل اللي قائم فيه، على الخطر اللي بدي يتحمله، زي اللي بيشتغل في نفق بياخذ يوميا 100 دولار وما شابه ذلك. اليوم اللي كان ايام اللي هو اللي في العهد السابق اللي كانت الوظائف اللي فيها خطر كان اكثر يعني ياخذ راتب اعلى. نيجي نتكلم عن تحفيز، بتكلم عن زياده الدافعيه في الانتاج، بتكلم عن زياده في الانتاج حافز للعمل، بتكلم عن تقييم وظائف، بتتكلم عن اللي هو معرفه نقاط القوه ونقاط الضعف عشان اقدر اعزز نقاط القوه واضعف نقاط الضعف. نيجي نتكلم عن رعايه العاملين، درع العامل عشان اوفر له سبل الامان والرعايه والسلامه، اوفر له ضمان اجتماعي، اوفر له وسائل ترفيهيه. تتكلم عن نقابات عماليه، تتكلم عن اللي هو مراعاه مصلحه العامل مع مصلحه صاحب العمل. لما بدي اتكلم عن اللي هو وظيفه الانتاج والعمليات، تتكلم وظيفه الانتاج والعمليات بركز على مساله المدخلات والعمليه التحويليه والمخرجات والتغذيه الراجعه. المدخلات اللي هي اللي بتدخل في العمليه الانتاجيه، العمليه التحويليه اللي هي توليفه الانتاج اللي بتنتقل من مرحله لمرحله. زي ما نيجي مثلا استاذ ماهر تدخل مصنع البسكويت، بتلاقي مرحله العجن، الرق، الخبز، الحشو، التقطيع، التغليف، هذا كله مرحلة عملية تحويل توليفة الإنتاج. المنتج النهائي اللي هو هذا بيعبر عنه، عن اللي هو يعبر عن المخرج النهائي، المنتج النهائي، المنتج سواء كان نفسه. سلعة أو خدمة. لما تيجي تتكلم عن اللي هو عن المنتج،
التغذية الراجعة، التغذية الراجعة بتتكلم عن ماذا؟ بتتكلم في التغذية الراجعة رد فعل المستهلك، يعني نزلنا هذا القلم والله ما عجبوش الغطايا، ما عجبوش كذا، فبتلاقي ايش؟ بيعمل تعديل وإجراءات جديدة على المنتج بما يوافق رغبات وتطلعات المستقبل، ممكن نغير لونه، ممكن نغير شكله، حجمه، حسب ردة فعل، زي الجوال مثلا في مشكلة كذا، والله نقصنا كذا، فكل يوم في تجديد وتغيير. نيجي نتكلم عن اللي هو عن العملية التحويلية، تكلمنا التغذية الراجعة، تيجي تتكلم عن وظائف إدارة الإنتاج وموقع المشروع، هذول كلها للطالب سهل عليه إنه يحفظهم، وهذول أسئلة مهمة يعني دائما بتم التركيز عليها. وظيفة التسويق بتكلم عن اللي هو تسويق المنتج، حيلاقي الأمور سهلة وبسيطة. بالنسبة لأتمة المكاتب نركز على مسألة المكتب المفتوح والمكتب المغلق، نركز على اللي هو مسألة السوق الاستهلاكي، السوق الصناعي، هذا اللي كان في الوحدة الأولى، نتكلم عن اللي هو المكتب المفتوح، المكتب المغلق، الدراع اللي هو السكرتارية العامة والمتخصصة، والسكرتارية الخاصة والعامة والمتخصصة. الخاص خاص بقسم معين، يعني هذا سكرتير مثلا قسم التسويق، هذا سكرتير المدير. الكثير يتكلم عن اللي هو السكرتارية المتخصصة، زي ما نقول تخصصات جامعية، سكرتير فني، سكرتير قانوني، طبي، إعلامي. تيجي تتكلم عن سكرتارية عامة لكل المؤسسة، زي وحدة الاستعلامات، زي وحدة النقل والحركة، وحدة الطباعة، وهكذا. هذا يتكلم عن إيش؟ عن وحدات عامة في داخل المؤسسة. أما درس المراسلات التجارية والتقارير التجارية، هذول الدرسين يعني بيجي على شكل نقاط، يعني كل جزئية بتيجي لحال، خاصة درس المراسلات التجارية. ما بتيجي رسالة وتكتب رسالة مثلا مراسلات تجارية، أما أنا عندي نموذج لرسالة تجارية، أنه بتبدأ بالترويسة وبش في الترويسة ومحتويات الرقم الإشارة يعني كل واحدة كل بند بيجي عليها سؤال. أما اللي هو نيجي نتكلم عن التقارير الإدارية، التقارير الإدارية بتتكلم عن اللي هو إيش؟ يعني أنا بدي أعمل تقرير إداري، يعني مثلا عندي تقرير إداري دوري تحليلي وإخباري، عندي تقرير اللي هو غير دوري، عندي تقرير مالي وتقرير أنشطة. هذا التقرير كيف بدي أعده؟ مرحلة إعداده ومرحلة المراجعة، المحتوى التقرير، هيكل التقرير، هذه كلها بيانات بتتحدث عن بنية التقرير وإيش بيفيدني التقرير. فهذا الطالب لابد أن يركز على هذا الجانب، لأنه هذه المسائل في الوحدة الثانية والثالثة يعني مليئة بالأسئلة اللي بين الأسطر، يعني الطالب ما بده يحفظ بس نقاط، برضو في أسئلة بين الأسطر عشان يبين الطالب فاهم ولا مش فاهم. يعني احنا في الوقت الضائع، يعني الطالب ليس في يده الكثير وجعبته الكثير من الوقت، ولكن عليه أنه يدرس اللي هو ما خير الكلام ما قل ودل. فالعبرة في الامتحان مش والله احنا بنقيس بالشبر، والله كديش كاتب كم سطر، ولا لا، هي كديش هو معبر عن مضمون المعلومة ولا مش معبر عن مضمون المعلومة. وختاما نيجي نتكلم عن درس الخصخصة. الخصخصة بدي احول الملكية العامة لملكية خاصة، بتتحول عبر اسلوبين، اسلوب اللي هو الاسلوب الاول ان ابيع المنشأة، يعني نيجي مثلا خصخص قطاع التعليم او الصحه، مثلا نيجي على مستشفى الشفاء نبيع المستشفى كامل لقطاع الافراد، او نوقف الخدمه، نسكر المستشفى وانت انا ادبروا حالكم، توقف عن الخدمه. سلطه المياه او يعني الموارد صحيح. ايش صار عندنا في خصخصه شيء معين في قطاع غزه عشان الطالب نشبه له مثل، يعني بدنا مثل لشركه في قطاع غزه اليوم هي متوكله، يعني شركه الاتصالات الفلسطينيه كانت ملك للحكومه وبعدين تم تحويلها للقطاع الخاص، خاصة قطاع الاتصالات تم نقله للقطاع الخاص في شرق في قطاع غزة في فلسطين. هذا أكبر دليل يعني على اللي هو أهمية. لكن اليوم في سؤال مهم دائما في الكتاب، تخلل الخصخصة أخطاء في الدول العربية، زي ما تفضلت في مسألة قطاع الاتصالات اللي هو الدول العربية أول ما بدأت في القطاعات المربحة تخصصها، وهذه اللي بتجيب أموال للدولة راح تخصصتها. لما كانش تخصصها ضمن خطط تنموية شاملة، زي ما يجي الواحد اليوم يبيع أرضه ويتمصرف في المصاري وما يعملش فيه مشروع استثماري ما استفادش منه. وهذه الخصخصة اللي كانت في الدول العربية، ما استفادت الدول العربية من الخصخصة، ما كانش ضمن خطط تنموية شاملة، تكلفت تعويضات باهظة للعاملين، زادت نسبة البطالة، ركزت على القطاعات المربحة. نيجي نركز على مثلا مزايا الخصخصة وعيوب الخصخصة، واللي هو شروط نجاح الخصخصة، تتكلم عن الانتقائية، تتكلم عن تدرج، تتكلم عن اللي هو بيئة اقتصادية، وتتكلم بيئة قانونية تدعم القطاع الخاص. وبهذا اللي هو بيكون أجملنا يعني النقاط الهامة
في اللي هو مادة الإدارة والاقتصاد. احنا بنتمنى الطالب يعني بشكل سريع وموجز في حلقة سابقة وحلقة يعني اليوم حلقة اليوم ان شاء الله بكون استفاد منها، واكيد يعني بنتمنى التوفيق لكل الطلاب. يعني بنشكرك استاذ حسان فرج الله على حضورك وتشريفك لنا في المؤسسة. ماشي، بارك الله فيك استاذ. حياك الله، شكرا. نتمنى التوفيق لجميع طلابنا وطالبنا ان شاء الله. بكره النتيجة بتبان زي ما بقولوها. الى هنا اعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة، ان شاء الله بكره بكون عندكم امتحانات جميلة وطليق بكم، ومن إن شاء الله بتكون بسيطة. يعني مادة الكيمياء حكينا فيها، واليوم الإدارة والاقتصاد إن شاء الله بتكون امتحانات سهلة. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، استنونا إن شاء الله بكرة في نفس الموعد الساعة 4 في برنامج يوميات أنا توجيهي على قناة وإذاعة أمواج الرياضية. هذه تحيات فريق العمل وتحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برعاية جامعة فلسطين.